عملية تدمير الأسلحة الكيميائية طويلة ومعقدة ومحفوفة بالمخاطر، وثمة تقنيتان رئيسيتان في هذا المجال، الإحراق أو إبطال المفعول. وتقوم التقنيتان بداية على فصل العناصر الكيميائية من غاز سارين وغاز في اكس وغاز الخردل من الرؤوس المتفجرة والأجزاء الفولاذية في السلاح. في إطار عملية الإحراق تعالج هذه المواد في غرفة إحراق فائقة القوة، وهي بمثابة فرن، وقد تصل الحرارة فيه إلى 1500 درجة مئوية. وترسل رواسب الغاز والمواد السائلة بعد ذلك إلى مركز تفاعل، حيث تحرق من جديد، فيتم عندها القضاء عليها كليا، ويكرر ما بقي من رواسب الغاز فيما تعالج النفايات السائلة. أما قطع الذخيرة فيزال عنها التلوث حراريا. في إطار تقنية إبطال المفعول يتم القضاء على العناصر السامة من خلال سلسلة من التفاعلات الكيميائية، فيتم تفتيت العناصر من خلال التحليل بالماء لجعلها أقل خطورة، ومن ثم متفجرة في الأسلحة بتقنية التحليل بالماء أيضا، فيما يعاد تدوير الفولاذ.